عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنبدأ بإذن الله ان احنا نراجع داتا ساينس، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ في اول 5 محاضرات هنعدي عليهم كده، وان شاء الله نقدر ان احنا نلمهم يعني. ولو في اي جزء معين عايزين ان احنا نفوكس عليه اكتر او حاجة ممكن تبعتولنا برضو، بس احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنحاول ان احنا نلم كل الحاجات اللي ممكن تكون مهمة او اساسية في اول 5 محاضرات علشان بس ما نطولش عليكم. تمام؟ فيلا نبدأ. اول حاجه هنتكلم عنها هي الكوجنيتيف كومبيوتنج، او فكره ان السيستمز تحل مكان الاشخاص وتقوم بمهامهم. في 3 حاجات لازم تكون متوفره في السيستم ده علشان يقدر ان هو يقوم بوظيفه البشر. اول حاجه ان هو يكون ادابتيف، يعني يقدر ان هو يتاقلم مع التغيرات اللي ممكن يواجهها وهو شغال. تاني حاجه يكون انتراكتيف، يقدر ان هو يتعامل بسهوله مع البشر او مع الناس، يعني الناس يقدروا يتعاملوا معاه بسهوله ويدوله كومنتس، ويقدر يتعامل كمان مع السيستمز الثانيه بمنتهى السهوله. ثالث حاجه ان هو يكون كونتكتشوال، يعني يقدر يفهم الكومنتس اللي انا بدخلها له، اي امر انا بدخله له يقدر يفهمه ويقدر ان هو ينفذ لي طلبي، ويقدر ان هو يفهم المعلومات اللي انا بدخلها له. تمام؟ فباختصار احنا محتاجين السيستم ده يكون بيتعامل مع كميات كبيره جدا من الداتا، هو طبعا هياخد داتا كتيره جدا جدا، ويقدر كمان ان هو يتعامل مع الداتا بمختلف انواعها. تمام؟ فدي حاجه لازم تكون موجوده في السيستم اللي المفروض ان هو هيقوم بوظيفه شخص. تمام؟ فدي اول حاجه فكره الكوجنيتيف كومبيوتر. تمام؟ تاني حاجة هنتكلم عليها هي مصطلح داتا ساينس. ايه داتا ساينس؟ داتا ساينس ده هو العلم اللي بيشتغل على الداتا، بيمانج الداتا، وظيفته ان هو يستخرج لي نوليدج او انفورميشن من كميات كبيرة جدا جدا من الداتا. الداتا دي بتكون متاخدة من مجالات مختلفة كتير جدا، من اي مجال، والنوليدج دي برضو بتفيدني في مجالات مختلفة كتير جدا. علشان كده بقول على الداتا ساينس ان هو مالتي ديسيبلينري فيلد اوف ستاديز، بياخد الداتا دي من مجالات مختلفة كتير جدا من كل حتة، سواء كنا بنتكلم عن الايكونومكس، عن الفاينانس، عن البوليتكس، عن الانجينيرنج، اي حاجة. تمام؟ فهو بيشتغل في كل المجالات وبيطلع داتا، بيطلع برضو انفورميشن او نولج تفيدني برضو في كل المجالات. تمام؟ وطبعا الداتا ساينس برنسبلز بتشتغل على كل انواع الداتا، سواء كانت بيج داتا او سمول داتا، بس احنا طبعا شغلنا هيكون على البيج داتا. تمام؟ بس دلوقتي خلينا نتكلم على بشكل عام ايه الاكتيفيتيز بتاعت الداتا ساينس، ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه انا بعمل داتا فلو، طبعا احنا بنقسمهم على 3 حاجات. اول حاجه داتا فلو، الداتا فلو انا بجمع الداتا اللي انا هاخدها او اللي انا هشتغل عليها يعني، وبشوف الحاجات اللي اوريدي موجوده عندي، المعلومات انا بجمعها. تمام؟ بعد كده ببدا ان انا اخزن الداتا دي، وبحيث ان انا اقدر ان انا اعمل عليها اكسس بعد كده. تمام؟ فدي كلها في مرحله الداتا فلو، دي اول حاجه او اول مرحله في الداتا ساينس. تاني حاجه ببدا اشتغل عليها هي الداتا كيوريشن. الداتا كيوريشن بعمل فيها كذا حاجه. اول حاجه بعمل كليننج للداتا اللي عندي، بحيث ان الداتا اللي انا مش محتاجاها اتخلص منها علشان ما تزعجنيش وانا بشتغل عليها. تاني حاجه بعمل برزنتيشن للداتا اللي عندي، ببدا ان انا اشوف افحص بقى الداتا اللي موجوده دلوقتي اللي اتفضلت عندي بعد ما عملت كليننج. تالت حاجه ببدا اعمل داتا ديسكريبشن، بشوف بوصف بقى الوضع عندي دلوقتي عامل ازاي. بعد كده بعمل داتا ايفالويشن، بشوف لو في داتا تانية انا محتاجه اتخلص منها، الداتا اللي عندي دي خلاص هتكفيني، في داتا تانية انا محتاجها ولا لا. بعد كده بعمل داتا بابليكيشنز. داتا بابليكيشنز يعني انا ببدا ان انا خلاص اعلن ان دي الداتا اللي انا هشتغل عليها. تمام؟ وبعد كده بقى بشوف ان انا ازاي هعمل سكيور للداتا دي، وازاي هاكسس عليها بعد كده، وازاي هستخدمها. تمام؟ فدي كلها في الداتا كيوريشن. تالت بقى مرحله او تالت حاجه خلاص الداتا اناليتكس، دي على فكره بتلخص الداتا اناليتكس لايف سايكل اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه، واحنا بنعمل تحليل للبيج داتا. تمام؟ بنعمل فيها بقى الحاجات اللي احنا هنشوفها كمان شويه دي، الاستاتستيكال اناليسيس، لو احنا مثلا هنبدا بقى ان احنا نحلل الداتا، هنشوف بقى الموديلنج، السيميليشن والموديلنج اللي احنا هنشتغل عليهم، والتكنيكس والميثودز بتاعتنا اللي هي الكيمينز كلاسترنج والابرياري والديسيشن تريز والحاجات دي كلها. تمام؟ فالديتا اناليتكس دي بتلخص التكنيكس اللي انا بشتغل عليها في الموديل بلاننج او في الديتا اناليتكس لايف سايكل بشكل عام. تمام؟ فدي الـ3 حاجات اللي احنا بنعملهم، او دي الـ3 اكتيفيتيز اللي الديتا ساينس بتشتغل عليها. تمام؟ دلوقتي بقى خلينا نروح للبيج داتا. احنا قلنا ان علم الداتا بيشتغل على سمول داتا والبيج داتا، خلينا دلوقتي نشتغل على البيج داتا، لان البيج داتا هي اللي فيها مشكله، سمول داتا ما فيهاش حاجه. تمام؟ فنشوف. طيب دلوقتي انا بقى بستخدم الداتا ساينس علشان احلل الداتا اللي عندي.
في كذا مشكلة ممكن تقابلني وانا بشتغل على الداتا سيت اللي موجودة عندي. اول حاجة redundancy rate، ان انا يكون عندي داتا كتير متشابهة ومتكررة، فطبعا الداتا دي مش هتفيدني في اي حاجة زيادة غير بس ان هي هتعطلني. تاني حاجة contradiction data، ان انا يكون عندي داتا كتير عكس بعضها، التناقض في الداتا ده برضو بيعطلني جدا. تالت حاجة partial data، ان انا يكون عندي داتا مش كاملة، فطبعا انا ممكن مقدرش اخد قرار، وممكن اصلا اخد قرار غلط بناء على معلومات قليلة عندي لان الصورة كلها مش كاملة عندي. فدي اول تلات حاجات ممكن يقابلوني وانا بشتغل على الداتا سيت اللي عندي. تاني حاجة الـ validity of data، ان انا اتاكد ان الداتا اللي عندي دي سليمة وهتنفعني. يعني مثلا انا دلوقتي بحلل الداتا اللي عندي علشان عايزة احسب متوسط مرتبات الموظفين اللي شغالين عندي في الشركة، فالبيانات اللي انا محتاج معها مرتباتهم. طبعا انا ممكن بقى اروح اجمع اعمارهم، فطبعا اعمارهم دي مش هتفيدني في اي حاجه خالص، فطبعا اعمارهم دي مش داتا سليمه، مش داتا صالحه ان انا اشتغل عليها، مش هتساعدني في القرار اللي انا عايزه اخده. فلازم اتاكد ان الداتا اللي انا مجمعاها هتفيدني في قراري وهتنفعني وداتا سليمه للي انا عايزها فيه. تمام. تالت حاجه الفيراسيتي اوف داتا، لازم اتاكد ان الداتا اللي معايا دي صحيحه. يعني لازم مثلا انا بجمع معلومات عن حد، لازم اتاكد ان المعلومات دي كلها صح لان انا هاخد قرار بناء عليها، فلازم اتاكد ان هي كلها صح. رابع حاجه الفرايتي اوف داتا، طبعا الداتا بتكون موجوده في صور كتير جدا جدا جدا، سواء ايمج سواء اوديو سواء تكست اي حاجه، فطبعا التنوع ده بيصعب برضو الدنيا عليا وانا بهندل الداتا اللي عندي. بعد كده في برضو النويز ان داتا، ان انا بيكون عندي داتا كتير في الداتا سيت بتاعتي مش هتفيدني في حاجه، يعني هي داتا كتيره بس انا مش هستخدمها، يعني انا معايا الداتا بتاعتي خلاص ان انا هستخدمها، في بقى داتا تانية زياده عن حاجتي انا مش هحتاجها في اي حاجه، فدي بيكون اسمها النويز ان داتا او النويز داتا. تمام. اخر حاجه الفوليوم اوف داتا، حجم الداتا الكبير، طبعا كل ما حجم الداتا بيبقى اكبر كل ما موضوع التحليل او ان انا اعمل هاندلنج للداتا اللي عندي بيكون اصعب. تمام. فبرضه حجم الداتا دي من الحاجات او من العقبات اللي بتواجه الداتا ساينس وهو بيشتغل على الداتا سيت اللي عنده. تمام. طيب احنا قلنا ان الداتا ساينس بتشتغل على السمول داتا وعلى البيج داتا. تمام. ايه هي بقى البيج داتا؟ البيج داتا دي اي داتا صعب ان انا اشتغل عليها واخرج منها فاليو. تمام. طيب هي بتتميز بايه؟ اول حاجه الفوليوم، حجمها بيكون كبير جدا. تاني حاجه الفيلوسيتي، يعني سرعه ان انا اعمل داتا بروسيسنج او سرعه تحليل الداتا اللي عندي. طبعا كل ما كان سرعه تحليل الداتا اكبر كل ما قدرت اخد قرار بشكل اسرع، كل ما اغتنمت كل الفرص اللي موجوده عندي. يعني مثلا لو مثلا الداتا بتاعتك اتحللت وعرفوا ان انت مهتم باجهزه الكمبيوتر، تمام، فهيقوموا مدين لك في السجستشن مثلا بيجز، لينكات بيجز بتبيع اجهزه كمبيوتر، ودخلت على بيج منهم ولقيت ان البيج دي عامله مثلا اوفر على اجهزه الكمبيوتر 50% مثلا الاسبوع الجاي، فقدرت ان انت تستفيد من فرصه الديسكاونت ده وجبت جهاز كمبيوتر رخيص. تمام. طيب لو كان بقى تحليل الداتا بتاعتك ابطا، كان زمان الاوفر جالك متاخر، كان زمان الفرصه راحت عليك، كان ممكن اصلا الاوفر يجيلك بعد ما يكون، او يعني ممكن يكون البيج جاتلك اصلا او السجستشن بتاع البيج جالك بعد ما كان الاوفر خلاص خلص اللي كان المفروض هيتعمل الاسبوع الجاي، وكده تبقى انت ضيعت الفرصه عليك. فكل ما كانت سرعه تحليل الداتا اسرع كل ما قدرت ان انا اخد قرار اسرع، كل ما قدرت ان انا اغتنم الفرص اللي موجوده عندي. تمام. تالت حاجه بتتميز بيها الفرايتي والكومبلكسيتي، طبعا هي متنوعه ومعقده جدا. طبعا هي البيج داتا مش بس بتكون عباره عن ارقام، لا دي بتكون ارقام، بتكون صور، بتكون اوديو، بتكون فيديوز، بتكون ان ستراكشر تكست، بتكون كل الانواع اللي ممكن تتخيلوها. تمام. فدول التلات حاجات اللي البيج داتا بتتميز بيهم. تمام. ده بالنسبه لمصطلح بيج داتا. طيب المشكلة بقى ان البيج داتا معقدة جدا زي ما احنا قلنا. تمام. والداتا طول ما هي موجودة عندي من غير ما احللها انا مش هقدر استخدمها، وبالتالي مش هقدر ان انا استفيد منها، لازم الاول تتحلل. والبيج داتا صعب ان انا اعمل لها هاندلنج لان هي معقدة ومتنوعة وكل الحاجات اللي احنا شفناها دي. طيب ايه الحل؟ في بقى حاجة عندنا اسمها داتا اناليتكس لايف سايكل، دي عبارة عن مجموعة من الفيز او من المراحل، البيج داتا بتعدي على كل مرحلة منهم، وكل مرحلة بتعمل جزء او بتشارك في حاجة او بتساهم في حاجة على البيج داتا دي، لحد مع نهاية الستبس دي او مع نهاية السايكل دي بيكون خلاص، بكون خلاص حللت البيج داتا اللي عندي وقدرت ان انا احل المشكلة واخد قرار. تمام. فدي وظيفة الداتا اناليتكس لايف سايكل، يعني انا من غيرها مش هقدر احلل البيج داتا. تمام. الداتا اناليتكس لايف سايكل بتفوكس على الداتا ساينس مش على البيزنس انتليجنس. طيب ايه الفرق ما بينهم اصلا؟ البيزنس انتليجنس بقول عليه ديسكريبتيف لان هو بيتناول الماضي والحاضر. حتى لو بصينا على التكنيك بتاعه هنلاقي التكنيك بتاعه من نوعيه ان انا عايزه اكتب ريبورت اوصف فيه الحاله اللي موجوده دلوقتي، عايزه اكتب تفسيرات بتوضح برضو الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه، او بكتب ريبورت عن حاجه خلاص اوريدي حصلت. تمام. فالفكره ان كل دي حاجات حصلت او بتحصل دلوقتي، ماليش اي علاقه خالص بالمستقبل.
حتى لو بصينا على الكومن كويتشنز بتاعته هنلاقيها ايه اللي حصل الشهر اللي فات، الشهر اللي فات بعنا ازاي، بعنا كام، ايه المشكله دلوقتي وازاي نحلها. كل دي حاجات يا اما خلاص حصلت في الماضي يا اما بتحصل دلوقتي. طب لو انا بقى عايزه اتناول المستقبل بستخدم الداتا ساينس. الداتا ساينس بستخدمها اكتر للبريدكشن، لو انا عايزه ابريدكت باي حاجه موجوده عندي. حتى لو بصينا على التكنيكس بتاعتها هنلاقي ان احنا بنستخدمها في الفوركاستنج مثلا. لو انا مثلا عايزه اتنبا بيستخدموها في النشره الجويه عشان مثلا يتنبأوا بحاله الطقس مثلا الشهر اللي جاي هتكون عامله ازاي. فبريدكشن يبقى بستخدم الداتا ساينس، ماليش دعوه بالبزنس انتليجنس. ولو بصينا حتى على الكومن كويتشنز بتاعت الداتا ساينس هنلاقيها ايه اللي هيحصل لو حصل كذا. طب احنا ايه السيناريو اللي متوقع ان الشركه مثلا تبيع بيه الشهر ده مثلا، مثلا هنعمل ايه بعد كده. طب لو مثلا في ترند طلع احنا هنعمل ايه بناء عليها، نبيع ازاي وهكذا. فبريدكشن داتا ساينس، لكن ماضي وحاضر وكلام ما فيش فيه اي حاجه بس بيتكلم عن الوصف بلجأ للبزنس انتليجنس. تمام، فهو ده الفرق ما بينهم. الداتا اناليتكس لايف سايكل بقى بتفوكس على الداتا ساينس، ملناش دعوه خالص بالبزنس انتليجنس لان احنا اصلا محتاجين البريدكشن في شغلنا. تمام، فدلوقتي هنتكلم على الداتا ساينس، الداتا اناليتكس لايف سايكل من منظور الداتا ساينس. تمام، طيب مين بقى الوركينج تيم اللي بيشتغلوا على البيج داتا في الداتا اناليتكس لايف سايكل؟ اول واحد معانا البيزنس يوزر. البيزنس يوزر ده مش بيكون ضمن التيم اللي بيحلل الداتا وبيشتغل على الداتا، لا خالص. البيزنس يوزر ده اللي هم زينا كده، مثلا لو مثلا احنا كلاينتس في بنك والبنك عنده مشكله والمشكله دي اتحلت، ساعتها هنكون احنا المستفيدين. فالبيزنس يوزر ده هو اللي بيستفيد من الريزلتس اللي بتطلع، وبرده الوركينج تيم بياخد رايه في الريزلتس او في النتائج اللي هو هيطلعها، لان طبعا هو عايز يرضي اهم حاجه الكلاينت بتوعه، علشان ده هيعود بفلوس اكتر للبنك او للشركه اللي المشكله بتاعتها هتتحل. تمام، فبياخد راي البيزنس يوزر في الريزلتس اللي هو هيطلعها، فهو بس بيستفيد من الريزلتس اللي بتطلع، وساعات الوركينج تيم بياخد رايه في الريزلتس اللي هيطلعها والفاليوز اللي هو هيطلعها. تمام، فده اول حاجه البيزنس يوزر. تاني حاجه البروجكت سبونسر. البروجكت سبونسر ده مش برضو مش ضمن التيم اللي بيحلل المشكله او اللي بيقعد يشتغل على الداتا، لا خالص، هو بس بيتكفل بالمصاريف كلها، وفي الاخر خالص بيقيم بقى الريزلتس اللي الوركينج تيم بيطلعها. تمام، البروجكت مانجر برضو مش ضمن الوركينج تيم اللي بيشتغل على المشكله وبيحلل الداتا، لا خالص، هو بس بيتاكد ان الـ ان الـ ان التايم لاين اللي احنا ماشيين عليه، الاوبجكتس بتاعتي بتمشي بالتايم لاين اللي احنا محددينه، والريزلتس بتطلع في الوقت المطلوب وبالكواليتي اللي انا كنت عايزاه. تمام، ده البروجكت مانجر. نيجي بقى للناس اللي هيحللوا الداتا وهيشتغلوا على المشكله. اول واحد البيزنس انتليجنس اناليست. البيزنس انتليجنس اناليست ده واحد بيكون خبير في حاجتين. اول حاجه بيكون خبير بالدومين اللي هو فيه او بالمجال بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، مثلا احنا مثلا شركه سيارات مثلا، فهو بيكون خبير في المجال. طبعا المشكله تبع شركه سيارات وانا بحل لهم المشكله، هو بيكون خبير بالمجال ده، وبيكون في نفس الوقت برضو خبير بالديتا. فطبعا يقدر من وانا بشتغل على المشكله وبحلل الداتا وبطلع ريزلتس، يقدر من قبل ما اخلص خالص واطلع الريزلتس النهائيه يتنبأ لي بنسبه نجاح الريزلتس، لان هو اوريدي بيكون خبير بالمجال ده وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فهو بيكون خبير في الحاجتين دول، في الداتا شويه وبيكون خبير برضو في المجال بتاعه. تمام، فده البيزنس انالست. الداتا انجينير بقى، الداتا انجينير ده بيكون عنده سكيلز او بيكون خبير جدا في التعامل مع سيكول. تمام، بيقدر ان هو يمانج الداتا وفي الاخر بيحطها في مكان اسمه الاناليتكس هاند بوكس. الاناليتكس هاند بوكس ده طبعا هو في حاجه اسمها الداتا اركتكت، الاثنين دول مع بعض بيشتغلوا على الداتا وبيحطوها في حاجه اسمها اناليتكس هاند بوكس. طبعا بيكونوا مستخدمين سيكول. الداتا بيز ادمنستريتور بقى بيجي وراهم، بيقدر ان هو يعمل اكسس على الساند بوكس ده ويشتغل على الداتا بحيث ان هي تكون جاهزه للداتا ساينتست اللي هيجي بعديه علشان يشتغل عليها. تمام، يعني هما الثلاثه كده، الداتا انجينير والداتا اركتكت، بس هو مش معانا دلوقتي، والداتا بيز ادمنستريتور، الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض على الداتا. تمام، علشان يجهزوا الدنيا ويمهدوا الدنيا للداتا ساينتست اللي هيجي وراهم. الداتا ساينتست ده بقى بيكون خبير بالداتا موديلنج وبالاناليتيكال تكنيكس اللي هي زي الكي مينز كلاسترنج والكلاسيفيكيشن الديسيشن تريز والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها كمان حبه دي او يعني المره الجايه. هو بيكون خبير بيهم، فبالتالي بيقدر ان هو يحل المشكله. بس طبعا هو مش بيعمل ده لوحده، هو بيعمل ده بعد ما الداتا انجينير والداتا بيز ادمنستريتور والداتا اركتكت ظبطوا له الدنيا. تمام، فالتيم كله مع بعضه مع بعضهم بيشتغلوا علشان يحللوا الداتا ويحلوا لي المشكله اللي عندي. تمام، فدول كده بس الناس اللي كانوا معايا في الوركينج وبيشتغلوا على الداتا اللي عندي
وبيعدوا بيها في الفيزز اللي موجوده في الداتا، في الداتا اناليتكس لايف سايكل. تمام، تعالوا بقى نروح للداتا اناليتكس لايف سايكل. دي الداتا اناليتكس لايف سايكل، ودي الفيز السته اللي عندي، وهنعدي كل فيز وهنشوف ايه بالظبط اللي بيحصل فيها. اول فيز عندنا في الداتا اناليتكس لايف سايكل هي الديسكفري. طبعا احنا هنعدي بكل الفيزز، وكل فيز موجود فيها نقط، يعني كل فيز متقسمه لنقط هنعدي عليها كده بسرعه. اول حاجه الديسكفري، طبعا انا هنا بس بكتشف المشكله وببص عليها بصه سريعه كده، مش ببدا في اي حاجه، وبحدد بس التكنيك اللي انا هشتغل بيه. اول نقطه عندي في الديسكفري ان انا بليرن ذا بزنس دومين. طبعا انا داتا ساينتست او اي حد في الوركنج، بس انا مش خبير في المجال اللي انا شغال فيه او المجال اللي انا بحل فيه المشكله، فبحاول ان انا اشوف كده فكرتي عن المجال ده ايه، اجمع معلوماتي عنه، ولو ما عنديش خبره فيه بحاول ان انا اقرا عشان بس يكون معايا اي حاجه او عندي حتى نبذه عن المجال اللي انا شغال فيه عشان اقدر افهم الداتا اللي داخلالي. وبعد كده بحدد التكنيك اللي انا هحل بيه المشكله. طبعا انا بكون محدده قبل اي حاجه، هو كلاسترنج، كلاسيفيكيشن، اي تكنيك انا هشتغل بيه من التكنيكس اللي احنا عارفين. تاني نقطه في الديسكفري ان انا هليرن فروم ذا باست. طبعا هشوف لو انا اتعاملت قبل كده مع الشركه دي وحلت لهم قبل كده مشكله، هشوف ايه هي النقطه اللي خلتهم وقعوا وعندهم مشكله ومحتاجين ان هم يحلوها تاني. طبعا ده في حاله ان انا كان ليا اصلا تعامل سابق مع الشركه دي او مع الاورجنايزيشن اللي انا بحل لها المشكله دلوقتي. تمام، يبقى دي كده تاني نقطه في الديسكفري فيز. تمام، تالت نقطه في الديسكفري فيز الريسورسز. هشوف هبص كده بسرعه على الريسورس اللي عندي، هشوف الافيلبل تكنولوجي المتاحه قدامي، هشوف الداتا اللي عندي لحد دلوقتي، هشوف هي كفايه ولا انا هحتاج داتا تانية، هشوف الوركينج تيم اللي عندي اللي هيشتغلوا معايا وهيحلوا معايا المشكله، هبص على التايم لاين، هحط تايم لاين، هحدد التايم لاين بتاعي اللي انا هشتغل عليه، وهبدا ان انا احدد ساعات عمل كل واحد في الوركينج تيم اللي هيشتغلها، او عدد الساعات اللي كل واحد في الوركينج تيم هيشتغل فيها. تمام، واخر حاجه بقى هبص بعد كده بصه سريعه تانية على الريسورس اللي عندي، وهشوف هي كفايه ولا لا، ومحتاجه ازود حد ولا لا، مثلا في الوركينج تيم محتاجه ازود ناس تانيين، لا محتاجه ازود التايم لاين شويه، لا التكنولوجي اللي عندي مش هتساعدني، وهكذا. تمام، فدي ثالث نقطه الريسورس اللي عندي ده انا هشتغل بيها. تمام، رابع نقطة في الديسكفري فيس فريم ذا بروبلم، ببروز المشكلة اللي عندي، ببروزها، بعرف عنها كل حاجة، ايه هي المشكلة، ليه مهم ان هي تتحل، ولو اتحلت هي مهمة لمين اصلا، بعرف كل حاجة عن الستيك هولدرز او صحاب المشكلة الاصليين. تمام، بشوف ايه، بوصف الوضع الحالي، بشوف نقط الضعف اللي ممكن تواجهني، او ايه المشاكل اللي عندي، او ايه الحاجات اللي عندي فيها مشكلة حاليا، بشوف التارجت بتاعي والاوبجكتيفز بتاعتي اللي انا عايزة اوصلها، بشوف ايه هو هدفي، بشوف امتى اقول خلاص احنا نجحنا ووصلنا لحل المشكلة، وامتى اقول لا خلاص احنا فشلنا وهنعيد من الاول تاني، الطريق ده مش هيوصلنا لحاجة. طبعا انا في الفيز دي بحتاج ان انا اعمل انترفيو، الانترفيو ده بعمله مع صاحب المشكلة او مع المين ستيك هولدرز، وباخد منهم كل المعلومات اللي انا محتاج اعرفها عن المشكلة عشان يكون عندي نظرة شاملة عن المشكلة اللي انا هبدأ ان انا اشتغل عليها. تمام، فدي كده كانت رابع بوينت فريم ذا بروبلم. خامس بوينت في الديسكفري فيز ان انا بفورميوليت انيشال هايبوثيسيس، بحط فروض، بس طبعا الفروض دي مش انا اللي بحطها، لان احنا زي ما قلنا احنا مش فاهمين حاجه في الدومين ده. تمام، اللي بيحط المشكله، اللي بيحط الفروض دي الدومين اكسبرتس او المين ستيك هولدرز، لان هم المفروض ان هم فاهمين في المجال ده اكتر مني. انا بقى بعمل ايه، انا بعمل داتا اكسبلوريشن كده سريع، بعمل ببص كده بصه سريعه على الداتا اللي عندي عشان بس ابقى فاهم، اقدر ان انا اتناقش مع الستيك هولدرز هم بيقولوا لي الفروض بتاعتهم، يعني ابقى فاهم هم بيقولوا ايه، لان انا لو ما عنديش فكره عن الداتا انا مش هبقى فاهم ايه الفروض اصلا اللي هم بيقولوها دي. فانا هعمل كده بص، هبص كده بصه سريعه على الداتا اللي عندي. تمام، فدي كده خامس بوينت عندي في الديسكفري فيس. سادس بوينت، ودي اخر بوينت خلاص في الديسكفري فيس قبل ما ندخل على الفيس اللي بعد كده، ان انا هليرن اباوت ذا داتا، هعرف اكتر عن الداتا بقى اللي موجوده عندي، هشوف الداتا اللي عندي واحاول افهمها اكتر، هشوف الرو داتا اللي موجوده عندي اللي انا مش هقدر استفيد منها، هحطها على جنب وهشوف انا هقدر استفيد منها بعد كده ولا لا، هنشوف في الفيز اللي بعد كده، هشوف التولز اللي انا هحتاجها، وهشوف من وسط الداتا سيت او من وسط الداتا الكتير اللي موجوده في الداتا سيت اللي عندي دي، ايه نوع الداتا اللي هيفيدني في حل نوع المشكله دي. تمام، لان طبعا زي ما قلنا قبل كده الداتا سيت بتاعتي بيكون فيها داتا كتير جدا جدا، فانا هشوف من وسط الداتا الكتير دي ايه اللي انا هحتاجه وايه اللي مش هحتاجه. تمام كده، يبقى احنا خلصنا الديسكفري فيز دي اول فيز. ندخل بقى على الفيز اللي بعد كده اللي هي البريبريشن فيز. فيز 2 داتا بريبريشن، الفيز دي برضو فيها كذا بوينت. اول بوينت عندي ان انا هبريبير اناليتكس ساند بوكس، فاكرين الساند بوكس اللي احنا قلنا ان
ال data engineer وال data architect بيحطوا فيه ال data بتاعتهم، فده workspace علشان ال analytics team بقى يشتغل عليه من ال data اللي موجودة فيه. تمام. تاني حاجة أو تاني نقطة عندي إن أنا ه perform ELC. ELC دي اختصار ل extract, load and transformation. extract أنا بستخرج ال data من ال resource اللي موجودة فيه، بعمل لها load في المكان اللي أنا هشتغل فيه أو ال destination بتاعتي اللي أنا هشتغل فيه على ال data، وبعد كده هعمل ال transformations اللي أنا هحتاجها. بعمل ايه في البوينت دي؟ اول حاجه بحدد الترانسفورميشنز اللي انا هعملها. تمام. يعني بناء على ايه هحول الداتا؟ بناء على ان انا هعمل ميشرز علشان اشوف الكواليتي بتاعه الداتا والاستراكشر بتاعها، اشوف بقى محتاج اعمل ترانسفورميشنز على الداتا دي ولا لا. تاني حاجه هرجع تاني للرو داتا اللي انا كنت حاطاها قبل كده في الديسكفري فيس على جنب، وهشوف هقدر ان انا اعمل لها كونكشنز واستفيد بيها ولا لا. واخر حاجه هاكسكيوت ELC او ETL. ال ETL زي ال ELC بالظبط، ال ETL بقى العكس extract transformation and load. انا بعمل extraction لل data، بستخرج ال data من ال resource اللي انا بشتغل فيه، وبعد كده هعمل عليها transformations، وبعد كده بقى هعمل لها load في ال destination اللي انا بشتغل فيها. تمام. فالاتنين يعني مختلفين بس اختلاف بسيط. تمام. فدي كده تاني point في ال data preparation. تالت نقطة بقى في الـ preparation ان انت بتفاميلرايز يور سيلف وذ داتا، بتعرف نفسك اكتر وبتتعرف اكتر على الداتا اللي موجودة عندك. احنا اوريدي في كل نقطة بنتعرف اكتر اكتر على الداتا اللي موجودة عندنا. تمام. دلوقتي هنشوف السورس اللي احنا اخدنا منها داتا، هنشوف ايه اللي معانا وايه اللي احنا محتاجينه. تمام. بعد كده هندخل على النقطة اللي بعد كده، النقطة الرابعة داتا conditioning. هنبدأ ان احنا نفلتر الداتا ونعمل لها cleaning. احنا زي ما قلنا قبل كده ان ان الداتا سيت بتاعتي بيكون فيها حاجات كتير قوي ومشاكل كتير وداتا اكتر من اللي انا محتاجاها، بيكون عندي noise data, redundancy data, بيكون عندي contradiction data. فكل الحاجات دي اللي انا مش محتاجاها احاول ان انا اتخلص منها وهعمل cleaning للداتا اللي عندي. بعد كده هعمل مقارنة بين اللي انا خليته وما بين اللي انا اتخلصت منه، يمكن اكون اللي انا اتخلصت منه في حاجة ممكن تفيدني فبرجع اخدها تاني. تمام. فدي كده رابع بوينت. خامس بوينت واخر حاجة ان انا ببدأ اعمل survey و visualize. بعمل كده zoom و overview، ببص كده بص اكتر عمقا للديتا اللي موجودة عندي وبشوف الحاجات اللي انا وصلت لها، ببص على التفاصيل البسيطة، بعمل descriptive statistics، وبرجع في الاخر خالص اشوف الكواليتي بتاع الديتا اللي انا وصلت لها. احنا في الاول خالص في اول الفيس دي كنا عملنا كده قسنا الكواليتي بتاعتنا باستخدام الميشرز ده قبل ما نعمل كل حاجة. دلوقتي احنا خلاص عملنا cleaning، عملنا visualization، اتخلصنا من الداتا اللي احنا مش محتاجينها، شفنا السورس اللي عندي، بشوف بقى في الاخر خالص الكواليتي اتحسنت ولا لا، ولا احتاج ارجع اعمل حاجه من الحاجات دي تاني ولا لا. تمام. فكده احنا كده يعتبر خلصنا ال preparation phase. ندخل بعد كده على الفيز اللي بعدها، تالت مرحلة الـ Model Planning. المرحلة دي اللي احنا بننفذ فيها التكنيك اللي احنا قلنا هنشتغل بيه في الـ Discovery Phase، سواء كان الـ Analytical Techniques بقى اللي عندي، سواء كانت Clustering, Classification, Association Rules، أي حاجة. أول نقطة طبعا متقسمة برضو لنقط. أول نقطة إن أنا بديترماين الميثود اللي أنا هحل بيها. الميثودز دي أنا بحددها بناء على الـ Data Structure والـ Data Volume، وبناء برضو على الـ Hypothesis اللي أنا أخدتها من الـ Stakeholders في الـ Discovery Phase لو فاكرين. تمام. تاني حاجة بتأكد إن التكنيك اللي أنا هشتغل بيه أو اللي أنا هو التكنيك اللي مطلوب مني، يعني ما يبقوش هما طالبين مني الستيك هولدرز في الديسكفري فيس. احنا قلنا احنا محددين التكنيك اللي احنا هنشتغل فيه من اول نقطه في الديسكفري فيس، ما يبقوش هما طالبين مني مشكله تتحل بالكلاسترنج وانا اروح احلها بالكلاسيفيكيشن، لا، زي ما هما طالبين مني هعمل. دي اول نقطه. تاني نقطه تكنيكس وورك فلو. هبدا كده ان انا اعمل تيست بسيط على الموديل بتاعي، وتاني حاجه هبدا ان انا اكتب او اوثق الموديل اسامبشنز او يعني الفرضيات اللي ممكن الموديل ده يطلعها لي. تمام. دي كده تاني نقطه. تالت نقطة عندنا الـ Data Exploration. لو لاحظنا كده هنلاقي ان احنا في كل فيز تقريبا بنعمل Exploration للـ Data اللي عندنا، بس كل ما بنتقدم اكتر في الفيز كل ما الموضوع بيكون Advanced اكتر، لان احنا بنكون بدأنا ان احنا نعرف معلومات اكتر عن الـ Data اللي عندنا، وبدأنا ان احنا نحصر نفسنا بس في الـ Data اللي احنا هنستخدمها، وتقريبا احنا تخلصنا من اكتر من نص الـ Data اللي احنا مش هنستخدمها ومش هنستفيد منها في حاجة. فطبعا الـ Exploration بيكون احسن مع تقدمنا في الفيز. تمام. فاحنا كده عملنا الـ Data Exploration للمرة التالتة تقريبا. بعد كده هندخل على البوينت اللي بعدها اللي هي variable selection. ال variables دي او ال inputs دي باخدها طبعا من ال stakeholders او من ال domain experts، هما بيفيدوني بيها، انا مش معايا ال variables دي، هما اللي بيدخلوها لي. تمام. بصوا بقى بعمل ايه في النقطة دي. انا مثلا حددت ان انا هشتغل بال clustering technique. تمام. فطبعا احنا قلنا قبل كده ان انا وانا بشتغل على بشتغل بال clustering بيكون معايا attribute values، قيم انا بشتغل بناء عليها او بقسم بناء عليها. تمام. مثلا انا بقسم طلاب مثلا بناء على اعمارهم، على اطوالهم، على درجات الجي بي اي بتاعتهم.
تمام. هبدأ ان انا اشوف الـ variables اللي هتطلع لي قيم احسن وهاخدها، بحيث ان انا كده ابقى قللت الـ variables اللي عندي، مبقاش عندي variables كتير جدا وابقى تايهة في وسطهم، لا احدد الـ attribute values اللي هتفيدني. تمام، هشوف ايه اكتر attribute values مهمة وهتطلع لي قيم اكتر علشان احصر نفسي فيها، وبدل ما انا بشتغل في دايرة واسعة جدا احدد نفسي في جزء صغير ده هيطلع لي قيم احسن. تمام، فده اللي انا بعمله في الـ variables، في الـ variable selections بحدد الـ variables اللي تكمل معايا. تمام، هبدأ بقى ان انا اعمل الموديل، او ان انا احول الموديل اللي انا عملته لسيكوال او اي داتابيس لانجويج، ده هيطلع لي بيرفورمانس احسن للموديل بتاعي. ولو التكنيك اللي احنا محددينه كلاسترنج او كلاسيفيكيشن او اي حاجه انا كديتا ساينتست شايف ان هو مش هيحقق لي اكبر هدف، او مش هيحقق لي هدف بس مش هيحقق لي اكبر استفاده، ليا الحق ان انا اختار تكنيك تاني واتناقش فيه طبعا مع الدومين اكسبيرتس واخد رايهم فيه. تمام، فكده احنا خلاص خلصنا الموديل بلاننج، هنبدا بقى ان احنا نبني الموديل ده. تمام، المرحله اللي بعد كده بقى فيس 4 موديل بيلدينج. هبدا ان انا استخدم الداتا سيت اللي انا وصلت لها، انا خلاص عملت كونديشننج وعملت كليننج وفلتر للتريننج سيت الكبيره اللي كانت عندي، وكان عندي داتا كتير جدا اخدت منها بس الداتا اللي انا محتاجاها، وبقى عندي داتا سيت ينفع ان انا استخدمها علشان اعمل بيها الموديل بتاعي. هعمل بس عليها شويه اختبارات علشان اتاكد ان هي هتستوعب ان انا اعمل عليها الاناليتيكال تكنيك بتاعي، وبعد ما خلاص اعمل الموديل باستخدامها هعمل عليه بس تجربه بسيطه علشان اتاكد ان هو هيحقق لي الجولز اللي انا كنت عايزه اعملها او اللي انا كنت عايزه اوصل لها قبل ما ابدا فعليا في تنفيذه في الشركه او في المصنع او في البنك اللي طلب مني حل المشكله. تمام، طبعا علشان اعمل الموديل ده في حاجات محتاجاها، زي اول حاجه لازم يكون عندي هاردوير سريع وست هاردوير، واكون شغاله ببارل بروسيسنج لان ده هيوفر لي سرعه اكبر وانا بعمل الموديل بتاعي. تمام، دي كده فيس 4 الموديل بيلدينج. المرحله الخامسه او الفيز اللي بعد كده كوميونيكيت ريزلتس، هشوف بقى النتائج اللي انا طلعتها دي، هشوف كده اقعد مع الوركينج تيم بتاعي وهنحدد النتائج اللي احنا وصلنا لها، هنشوف احنا نجحنا اصلا ولا ما نجحناش. هنشوف اول حاجه النتائج هنسجلها، هنبدا ان احنا نسجل النتائج اللي الموديل عدى عليا بيها. هقارن النتائج دي بالهايبوثيز اللي احنا كنا فرضناها من الاول خالص في الديسكفري فيز. تمام، هشوف البيزنس فاليو اللي الموديل ده هيعود عليا بيها. تمام، يعني هيزود مثلا ارباح الشركه ولا لا، ليه فايده ولا ملهوش. هبدا ان انا احدد الكي فايندنجز، الحاجات اللي الموديل زودها لي، الموديل عمل يعني ايه، الفكره ايه اللي انا زودته برضو، يعني ايه اللي انا عملته. تمام، طب هبدا بقى الخص اللي انا عملته ده للوركينج تيم بتاعي، هعمل سامرايزنج للفايندنجز، بس ده هيعتمد على الاودينس اللي عندي. يعني مثلا انا معايا الداتا اركتكت، الداتا انجينير، الداتا بيس ادمنستريتور، دول هيكون ليهم طريقه معينه عشان اشرح لهم بيها اللي انا عملته، لكن البيزنس يوزر والبروجكت سبونسر والبروجكت مانجر والناس دي، دول مش تكنيكال بيبول، دول ناس مش معايا، ما اشتغلوش معايا في حل المشكله وتحليل الداتا، هما ما يفهموش في الكلام ده، فهيكون ليا طريقه الخص لهم بيها بس انا عملت ايه بسرعه كده. لكن الاناليتيكال لكن التكنيكال بيبول، الناس اللي معايا في التيم اللي هما بيفهموا في الاكواد وفي تحليل الداتا والكلام ده، هلخص لهم بشيء من التفصيل شويه لان هما فاهمين انا عملت ايه، انا عملت كذا في الاكواد، انا استخدمت سيكوال، انا استخدمت كذا، لان هما فاهمين. لكن الناس الثانيه مش فاهمين، عايزين بس ملخص سريع للي حصل بشكل هما يفهموا. تمام، وبعد كده هنتكلم عن طريقه العرض بالنسبه لكل واحد. تمام، بس دي النقط اللي احنا هنعملها في الكوميونيكيت ريزلتس. تمام، دي كده الفيز دي خلصت، هندخل بعد كده على الفيز اللي بعدها. اخر فيز بقى عندنا الـ operationalize، ان انا ببدأ ان انا انفذ فعليا الموديل اللي انا عملته، بعمل له run، ببدأ ان انا انفذه في الـ production environment، في المكان اللي كانوا طالبينه فيه، سواء كانت شركة، سواء كان بنك، سواء كان سوبر ماركت، اي حاجة. ببدأ ان انا اعد الـ benefits اللي بتعود عليا، او الـ benefits اللي الموديل عاد عليا بيها، وبكون عامل حساب ان انا ممكن في اي وقت اعمل update للموديل ده زي ما احنا محتاجين. مثلا هو الموديل كويس جدا بس احنا محتاجين نزود فيه حاجة، محتاجين نعد في حاجه بسيطه بحيث ان هو يعود عليا بنتائج افضل. تمام، فاحنا كده خلصنا خلاص الداتا اناليتكس لايف سايكل، وعرفنا المراحل اللي البيج داتا بتعدي من خلالها، والمراحل اللي احنا بنعدي عليها علشان نحل مشكله. تمام، كنا قايلين في الفيس بتاعه كوميونيكيت ريزلتس ان احنا بنحاول ان احنا نلخص اللي احنا عملناه والريزلتس اللي احنا وصلنا لها بناء على الاودينس اللي عندنا، لان مش كلهم في الوركينج تيم هيكونوا فاهمين بنفس الطريقه، كل واحد في الوركينج تيم في جزء يهمه يعرفه وليه طريقه معينه في الفهم، او ليه لغه معينه اقدر اكلمه بيها.
تمام، يعني مثلا البيزنس يوزر والبروجكت سبونسر ملهمش دعوه خالص لا بالاكواد ولا بالاناليتيكال تكنيك اللي انا حليت بيه المشكله ولا اي حاجه، دول بس بيفهموا في البيزنس دومين المشكله كانت موجوده فيه، فهم ما يهمهمش ده كله. مثلا البيزنس يوزر بيكون كل اللي همه في الموضوع ده انا ككلاينت مثلا في البنك ده ايه اللي هيعود عليا لما تنفذوا الموديل ده عندكم في البنك، انا هستفيد ايه بس كده. البرودكت سبونسر برضو زيه محتاج يعرف الاورجنايزيشن بتاعته هتكبر مثلا لما الموديل بتاعه، لما الموديل بتاعكم اللي انتوا عملتوه ده يتنفذ عندي في البنك مثلا او في الاورجنايزيشن بتاعتي، في فلوس هتعود عليا بالموضوع ده، ايه انا هستفاد ايه برضو لما الموديل يتنفذ عندي، تمام. فهما ده كل اللي يهمهم، ملهمش دعوه احنا عملنا الاكواد ازاي ولا حلينا المشكله ازاي ولا اي حاجه خالص، هما بس ده اللي يهمهم الفايده اللي هتعود عليهم، وعشان كده بيكون ليهم طريقه في الشرح او طريقه بوضح لهم بيها اللي انا عملته اسمها السبونسر برزنتيشن، هنتكلم عنها كمان شويه، دي طريقه بوضح لهم بيها الريزلتس اللي احنا وصلنا لها وايه اللي هيعود عليهم، بس الطريقه مبسطه لان هم ما يهمهمش اي حاجه لان هم مش تكنيكال بيبل، هم بس كل اللي يهمهم الفايده اللي هتعود عليهم، تمام. لكن مثلا طبعا البروجكت مانجر ملوش علاقه خالص بالموضوع ده، تمام، هو بس مشرف بيجي يشرف على الريزلتس ويتاكد انها طلعت بالكواليتي اللي كانوا البيزنس يوزر والبروجكت سبونسر كانوا طالبينها، تمام. البيزنس انتليجنس اناليست والداتا انجينير والداتابيس ادمنستريتور والداتا ساينتست دول بقى تكنيكال بيبل، دول بيتعاملوا باستخدام الاناليست برزنتيشن ما بينهم وما بين بعض، هما بيفهموا الاكواد والاناليتيكال تكنيكس اللي احنا حليناها وبيفهموا سيكوال وبيفهموا الكلام ده كله، فدول بيتعاملوا بالاناليست برزنتيشن، تمام. واحد مثلا زي البيزنس انتليجنس اناليست طبعا اناليست برزنتيشن بيحدد لي لو في حاجه في الريبورتس اللي انا بكتبها محتاجه تتغير ولا لا، لان هو احنا زي ما قلنا بيكون فاهم سنه في الدومين اكسبرت فيقدر يفيدني في الموضوع ده، تمام. الداتا انجينير والداتا بيس ادمنستريتور زي بعض، الاثنين طبعا بيتعاملوا بالاناليست برزنتيشن، بيتعاملوا مع الاكواد، يقدروا ان هم يكتبوا لي تكنيكال دوكيمنت عن الطريقه اللي البروجكت اتنفذ بيها، تمام، يقدروا يوصفوا لي وصف تكنيكي، وصف عميق للمشكله وللتكنيكال والاناليتيكال تكنيك اللي انا حليت بيه المشكله، تمام. الداتا ساينتست زيهم برضو بيتعامل مع الاكواد وبرضو بيتعامل باستخدام الاناليست برزنتيشن. هنتكلم دلوقتي على ايه الفرق ما بين السبونسر برزنتيشن وما بين الاناليست برزنتيشن، تمام. ايه بقى الفرق ما بين السبونسر برزنتيشن وما بين الاناليست برزنتيشن؟ السبونسر برزنتيشن دي صوره كده شامله بتكون مبسطه على قد ما نقدر، بنحاول نوضح فيها للسبونسرز او للستيك هولدرز، الناس اللي مش تكنيكال بيبل اللي ما يهمهمش الاكواد ولا يهمهم الاناليتيكال تكنيك اتعمل ازاي ولا الاكواد كتبت ازاي ولا الريبورت اتعمل ازاي ولا اي حاجه خالص، هما كل اللي يهمهم بس ايه الفايده او الربح اللي هيعود عليهم من الموضوع ده او من تنفيذ الموديل ده. فاحنا بس الهدف من البرزنتيشن دي ان انا اوضح لهم اللي انا عملته والريزلتس والفوائد اللي هتعود عليهم، بحيث بناء عليها بقى يقرروا هم عايزين ينفذوا الموديل ده عندهم ولا مش عايزين، تمام. علشان يقدروا ياخدوا القرار ده لازم يكونوا فاهمين اصلا الدنيا مشيت ازاي، فانا بحاول بس اوضح لهم كده بشكل سريع بصوره مبسطه، وبستخدم كده وسائل بسيطه جدا علشان انا كبريزنتر اقدر اشرح لهم بسهوله وهم يقدروا يستوعبوا اللي انا بقوله ويفهموا، تمام. تاني برزنتيشن عن الاناليست برزنتيشن، دي بتكون برزنتيشن للتكنيكال بيبل، للناس اللي يهمهم الاكواد اتكتبت ازاي، يهمهم التكنيكال الاناليتيكال تكنيك اتعمل ازاي، ويهمهم الريبورتس اتكتبت ازاي، تمام. بيركزوا في التشينجز اللي اتعملت على الموديل، تمام، ريبورتين التشينجز زي ما قلنا قبل كده. البيزنس انتليجنس اناليست بيحدد لو الموديل محتاج لو الريبورت محتاج ان انا اغير فيه حاجه، هما بيركزوا على النقطه دي جدا. بيتعاملوا اكتر مع الجرافز، بيحبوا يمثلوا كل حاجه باستخدام الجرافز، بيركزوا على التفاصيل جدا. بالنسبه للاكواد احنا كنا قايلين قبل كده ان هم ممكن يكتبوا تقرير عن الاكواد، وبيكتبوا تكنيكال دوكيمنت عن الكود والكلام ده، فطبعا عشان كده لازم يكونوا عارفين كل تفصيل عن الاكواد، وهو ده اللي يهمهم في شغلهم، تمام. هم بيحبوا يتعاملوا بالطريقه دي. تالت حاجه هنتكلم عنها الكود. الكود طبعا بيكون للتكنيكال بيبل، البروجكت سبونسر والبيزنس يوزر ما يهمهمش خالص يفهموا الكود اتكتب ازاي ولا يعرفوا اصلا هو كان عباره عن ايه، تمام. ده بيكون للتكنيكال بيبل. التكنيكال سبيكس اوف امبلمنتنج ذا كود، احنا كنا قايلين قبل كده ان الداتا انجينير والداتا بيس ادمنستريتور ممكن يكتبوا لنا تكنيكال دوكيمنت عن الطريقه اللي الكود اتنفذ بيها، تمام. ف
فبرضو ده بيكون للتكنيكال بيبول بس، وبالاخص للداتا انجينير والداتا بيز ادمنستريتور. تمام، بس كده احنا كده تقريبا لمينا كل حاجه ليها علاقه باول 5 محاضرات. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو في اي جزء معين عايزين ان احنا نفوكس عليه اكتر قولوا لنا برضو. تمام، وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.